أنا اخترت بمزاجي واخترت اللي بحبه، سما ومية وشراع مفروض. الرغبة في اقتحام المجهول والدهشة خلاص انتهت خالص. أنا مستعد أفديك بروحي أنا، لكن مش بروح العدالة اللي أنا أمين عليها من ساعة ما بقيت قاضي. أدي إيدي مد إيدك، جرح جرحك عيد عيدك. أدي إيدي مد إيدك، جرح جرحك عيد عيدك. ودي دافي نبع صافي في كانون الموافي بين وريدي وبين وريدك. يا صديقي مد إيدك بين وريدي وبين وريدك. يا صديقي مد إيدك. يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي، انت كان زياني تحويشة حياتي. يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي، انت كان زياني تحويشة حياتي. ومراياتي اللي بشوف جواها ذاتي، وتواجهني بعيبي تكشف سيئاتي. مراياتي اللي بشوف جواها ذاتي، وتواجهني بعيبي تكشف سيئاتي. تكسب حنان واستزيدك يا صديقي مد ايدك. وتكسب حنان واستزيدك يا صديقي مد ايدك. ادي ايدي مد ايدك، جرح جرحك عيد عيدك. ادي ايدي مد ايدك، جرح جرحك عيد عيدك. ودي دافي نبع صافي شد قانون الموافي بين وريدي وبين وريدك. يا صديقي مد ايدك بين وريدي وبين وريدك. يا صديقي مد ايدك. اصدقاء والود موصول فوق زماننا، فيه أمنك وليه أمنك وفيه أمنا. أصدقاء والود موصول فوق زماننا، فيه أمنك وليه أمنك وفيه أمنا. به على الدنيا وعلى الظهر استعنا، وإن زماننا خنا وفي لحظة طعمنا. به على الدنيا وعلى الظهر استعنا، وإن زماننا خنا وفي لحظة طعنا. تستعدني واستعيدك يا صديقي مد ايدك. تستعدني واستعيدك يا صديقي مد ايدك. يا صديقي مد ايدك، يا صديقي مد ايدك. ليه ما مضيتيش العقود اللي اداها لك عاطف في مصر؟ انا مش همضي على اي حاجة الا لما اعرف التفاصيل بالكامل. No nine yet. لا بكل اللغات. عقدك معايا واضح، انت مدير تنفيذي وبس. دادي هسألك سؤال وتجاوبني عليه بمنتهى الصراحة. حضرتك بتتاجر في السلاح؟ بتاجر في السلاح؟ اولا كلمة تاجر سلاح دي عيب تتقال على مبدع زيي. تاريخ البشرية كله بيقول انه السلاح صاحب الكلمة النهائية في كل صراع، وقانون السلاح ما يعترفش بقانون الشغيلة الغلابة، لان السلاح قانون الاقوى. لازم تكوني فخورة بابوكي.
وبطلي تسمعي كلام السوشالست بتاعك حسن ابو سنه. يلا امضي العود. وافرض اني رفضت بقى اني امضي العود، هضطر افسخ عقدك كموظفه معايا. بس ما تخافيش، برضه هتفضلي بنتي، لان ده العقد الوحيد اللي ما اقدرش افسخه. امضي امضي. نانو شيري، عجبك الفستان ده للسهرة ولا قلبي صغيره؟ لا لا ده كويس. طبعا، بس الحب عندي هي لحظة المستحيل اللي يتقابل فيها قطبين مغناطيس من نوع واحد. علميا لا يمكن. لا ممكن، بس في الحالة دي بيحصل انفجار، تمرد، عنف. لما شخصين من نفس النوع يقابلوا بعض لا يمكن يستسلموا لبعض، يبقى مفيش قدامهم غير انهم يحبوا بعض. مبدع ومبدع يعملوا شيء رائع، لكن مبدع وشغيل لازم الشغيل يستسلم للمبدع، وده مش حب، ده تضيع وقت. حسن لا يمكن يستسلم. انت متأكدة انه بيحبك؟ طبعا. ميشيل اوا سيرفيس مسيو دان دوني لي لي بابي. مادموازيل دوني voici votre dossier. De quoi il s'agit? لو حسن بيحبك فعلا هيعمل علشانك اي حاجه. هو قال لي كده، قال انه هيعمل اي حاجه علشانك. حاولي تخليه يقنع صديقه المستشار رأفت انه يقوم بالقضيه. المساله سهله، القضيه في ايديه، يبقى كده بيحبك. حسن لا يمكن ان يوافق، ولا رأفت كمان. حضرتك ما تعرفهمش، دول لا يمكن يوقعوا بعض في اي حاجه غلط. يبقى انا اللي اكسب، ومشاعرك اللي عايزه تعيشيها مع حسن كذب. عرفتي بقى الفرق بين رايكم ورايي انا في الحب؟ مشاعركم كلام، لكن مشاعري انا فعل، قوه، موجه عنيفه بتخبط صح. معقول الاسعار هنا يا لبنى؟ تبتري يا حبيبتي. ده باريس كوب يا مامي، فيها كل معالم باريس السياحيه، عاوزه ازورها بقى يا مامي. بعدين بعدين يا حبيبتي، خلينا في الشوبينج دلوقتي. مامي عاوزه شويه فلوس عشان اروح اشتري شويه حاجات من المحل ده. اوكي خدي يا ستي، اشتري كل اللي انت عايزاه وعلى ذوقك، بس اوعي تبعد عن المحل ده، مفهوم؟ حاضر. روز، اما يا روز الطيار اللي شفته فوق هيجنني، بس غالي قوي. ادفعي بالفيزا كارت. دكتور عزيز قايل لي ما استعملش الفيزا اللي عند اللزوم. دكتور عزيز بيكسب كويس، ما
والطيور اللي فوق حلوة قوي، هيليق عليكي جدا. طب لو زعل؟ كل الرجالة بتزعل، وبعدين هو لو بيحبك لسه كانت في المحل ده بتشتري. سيبتي لكون البنت تاهت. طيب انت فين دلوقتي؟ اوكي خليكي مكانك، ما تحركيش. انا مش باستيل عزيز لبنى، ما في لبنى عزيز بريد. انا مش قادره افهم ازاي ما يقبلوش البلاغ الا بعد ضياع البنت بالمين. يا هانم ما عندناش وقت ناخد في قوانين فرنسا. انا متلخبط مش عارف الاقي بنت فين وازاي. أتكلم. انت ايه حكايتك؟ عايزه مننا ايه؟ اتكلمي، لو كنت حدليني على حاجه تخلينا نلاقي البنت اتكلمي ما تخافيش. عشان كل الاماكن السياحيه موجوده في الكتاب ده، وهي اكيد معاها واحد زي ده. سي تراجيد دو باري لبنى او بوسيدان. وي ايل دو اتر دون زان دو سي كارتيي. بيان لونزي. سي نو بارتون انسامبل نو زالون بيردر دو تان. فازون ان بلان اي سيباران نو ريشيرش. اون كومانس بارو بروفيسور. دابور لوتيل. سيل فو بلي. Mademoiselle Lubna Aziz a-t-elle regagné sa chambre 2034? Sa clé est ici, elle n'est pas encore rentrée. Mais, et après, monsieur? Bon, nous allons prendre une direction opposée à celle de votre femme. Est-ce que Mademoiselle Lubna Aziz est rentrée? Chambre 2034. Merci. Elle n'est pas rentrée. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Cherchons-la dans des endroits touristiques. Montmartre, l'Étoile, les Champs-Élysées, le Trocadéro, la Tour Eiffel, Montparnasse, etc., etc. Bien, bien. Et si on ne la trouve pas? En la cherchant bien, on la trouvera. انت كمان ما لقيتش لبنى؟ لا ابدا ما لقيتهاش. بونسوار مدام. بونسوار. امال فين روزميري؟ وصلتني واستأذنت ساعه. انا عندي شك ان البنت دي ورا غياب لبنى. عزيز اعمل معروف الله يخليك، انا مش ناقصه خوف، ما توقعش قلبي. امال هي سابتك وهربت دلوقتي ليه؟ استاذ عزيز تليفون دو كير بور فو. ميرسي. الو رأفت، أرجوك رأفت، لبنى تاهت مني بباريس. معرفش، اسمعني بس، فكر لي في طريقة أدور بيها عليها. أنا قارب الدنيا والبوليس الفرنساوي عايزنا استنى يومين، مش معقول هستنى لبكرة عشان هم يدوروا لي عليها. عندها أصحاب في باريس؟ طيب بتاخد دروس مثلا في اللغة الفرنسية؟ يا عزيز لازم نستبعد فكرة الخطف دي مؤقتا عشان نعرف نفكر صح. بابا. ايه عاوزه ايه؟ جواب من احمد، لقيته تحت عقب الباب وانا بفتح لعزيزه. ابي الحبيب. تحياتي القلبيه وبعد. احب ان اعرفك انني لم اعد قادر على دفع الايجار، فارجو منك ان تقبل ان اعيش في غرفتي انا وزوجتي، فأنا في أشد الحاجة لدفء أسرتي. كلمة. فاكر إن أنا ممكن أحن وأوافق. اطلبي خالك.
بابا حضرتك رفع السماعة. الو ايوه عزيز. شفت اخوكي خلاني انسى عزيز على التليفون. اطلبي خالك اطلبيه. يعني سي تو كيفي جيساي اون اوتر فوا. نو ميرسي ميرسي. عزيز ارجوك سيبك من اصحابك دلوقتي، كلم اخويا ادري في مصر، اخويا ادري برضو وزير يقدر يتصرف، يكلم السفير المصري يعمل اي حاجه. انا مش في السفير، انا بفكر في روز ميري، اكيد هي اللي ورا اختفاء لبنى. طب هنعمل ايه؟ نفسك تيم بالشكل ده؟ اتصرف. Je crains qu'il ne soit trop tard pour poursuivre les recherches la nuit. Monsieur, انا اسف اطلناك، انت ممكن تروح دلوقتي. Bien que je ne parle pas l'arabe, j'ai compris tout ce que vous m'avez dit. Mais je ne vous abandonnerai pas sans retrouver Lubna. Merci beaucoup. بس تفتكر ممكن فعلا نلاقي لبنى؟ ان شاء الله. يا رب. لبنى! 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 يا حبيبتي يا حبيبتي انت كنت فين يا لبنى؟ انت كنت فين؟ كنت فين؟ Où l'avez-vous trouvé? À la Concorde, devant l'obélisque. C'est incroyable! Vous êtes formidable! Jamais j'aurais pensé à un endroit pareil. Zafam, انت ايه اللي وداكي عند المصلى المصريه روزميري؟ لا انا لما توت من مامي قلت فرصه اتفسح في باريس شويه، لقيت نفسي قدام المصلى وكانت الدنيا ليلت، قعدت اعيط وفجاه بصيت قدامي روزميري. وانت ايه اللي خلاكي تسيبيني وتمشي؟ زهقت من الشوبينج يا مامي، بقالنا اكتر من شهر ما شفناش باريس، قلت فرصه اشوفها عشان لما ارجع مصر احكيها لاصحابي. شفت يا عزيز، شفت انك بتسيء الظن بالناس. على العموم بقى يا ريت تشكر. انا فعلا اسأت الظن بيها. روزميري انا مدين ليكي باعتذار، والجميل اللي انت عملتيه في بنتي ده هيفضل طوق في عنقي طول العمر. انا عايزك بس تعرف ان انا مش شريره. باي. Je vais partir aussi professeur. Je vous laisse avec votre fille. Et reposez-vous bien. Merci infiniment professeur. Et bonne arrivée. Merci beaucoup monsieur. يا بابي ما كنتش فاكره اني هسبب مشكله كبيره بالشكل ده. صدقيني انت مش سبب اي مشكله. المشاكل بتحصل للانسان لما يكونش محدد الهدف من اللي هو بيعمله. يعني لو حضرتك وماما كمان ادركتوا انتوا جايين باريس من اول لحظه لسبب واحد ووحيد، انكم تساعدوني في انجاز اعمالي وفي اقرب فرصه وفي اقل وقت. وبعدين لو حسيتوا شويه ان انا في موقف كريتيكال، دخلت مرحله حرجه وشديده الحساسيه ومحتاجه تركيز، ما كانش حصل اللي حصل ده. اوكي يا عزيز، يا ريت تحجز لنا على اول طياره نازله مصر. لا يا حبيبتي مش ده المقصود من اللي انا بقوله، واللي انت بتقوليه حضرتك دلوقتي مش ده الحل كمان. لا والله انت كلامك صح يا عزيز، وانا فكرت فيه اكتر من مره، بس اعمل ايه في نفسي، بشوف المحلات بضعف زي كل الستات اللي في الدنيا. يبقى الحل الوحيد بقى ان انا انزل مصر عشان الحق اقدم اوراق لبنى للمدرسه قبل الدراسه ما تبتدي. صدقيني القضيه اكبر من اللي انت متخيلاها، واللي انتوا عملتوه ده ومن غير ما تدركوا بيحطوني انا في موقف حرج جدا. القرار ده كان لازم يحصل على الاقل بعد وصولي باريس بشهر. تعرف يا عزيز حقيقي كل المصاريف اللي أنا صرفتها في الشوبينج كان ممكن أوي أحوشها وندفعها مقدم للفيلا اللي طول عمري بحلم إني أسكن فيها معاك في مصر.
Yes. The plan is succeeded. Bishriya will return to Cairo. Thus, the way become open to Aziz. If I go there right after she leaves, he will figure it out. No. Don't go to him. Unless we are sure that he finished his research. Then we will tell you what you have to do. Over. انت ما عزمتش دينار معانا ليه؟ دلوقتي افتكرتي بعد ما قربنا نخلص العشاء. انا قلت لنفسي انت يمكن عزمتها وهي اللي اتاخرت. عزمتها بس كنت متوقع انها مش هتيجي. ليه؟ انها زي قويه ما تحبش تظهر ضعفها قدامي. على فكره حطيتي ملف القضيه في شنطتها زي ما قلت لك. مش انت قايل لي استنى لما تقفل الشنطه واحطه بعدين من غير ما تحس؟ ايه يا سونيا، حسن برضو ما رجعش الفيلا؟ طب بقول لك ايه، انا هبعت لك فاكس وضروري يوصله النهارده. سونيا باي طريقه لازم يكون عنده ليلتي. مين؟ انا سونيا. سونيا خير. دينار هنم هتوصل بكره ان شاء الله، ونفسها تستناها في الفيلا. العربيه تحت بالسواق، ودي مواعيد وصولها المطار والفيلا، وهي بعتلك الفاكس ده. متشكر قوي يا سيدي. تؤمر بحاجه؟ الف شكر. حبيبي حسن، أنا سألت عن شغل دادي وعرفت وتأكدت إنه عنده مصنع مواتير عربيات للسبق ومواتير طيارات باسم تجاري معروف، وعنده مزارع بنجر في أمريكا الجنوبية وجنبها مصانع سكر، وعنده أسهم في بورصة نيويورك وطوكيو ومراكب تجارية في سنغافورة، ده غير شركات المقاولات اللي مغطية ربع الكرة الأرضية. حبيبي اسم الشركات دي كلها هجيبه معايا عشان تسأل وتطمن زي ما انت عاوز. حبيبي حسن وحشتني، وهتجنن واشوفك وابوسك، بس خايفة من شنبك، اصله بيشوكني بيشوكني قوي يا حسن. ده عنوان احمد، وخد الظرف ده وادهوله دلوقتي. دلوقتي دلوقتي يستحسن يا اخي، بس بشرط لو قلت له ان انا اللي بعت له الفلوس دي هخسرك نهائي. فهمه ان انا معرفش اي حاجه عن المبلغ ده وان انا رافض مساعدته خالص. طب مش تفهمني ايه الحكايه يا اخي؟ انا عاوز اساعده من غير ما يعرف ان انا بساعده. لا يا خالو، قول لي بابا كتر خيره. بابا دخله ايه؟ الفلوس دي بتاعتي انا. اشمعنى النهارده بالذات اللي جبتها وفي الوقت المتاخر ده؟ عشان بعت النهارده جواب لبابا؟ جواب؟ جواب ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه. لا انت فاهم وانا فاهم كويس يا خالو. رجع الفلوس لبابا، قول انا ما كنتش عايز فلوس، انا طلبت منه ارجع لاوضتي انا ومراتي، مش عشان اجره السكن، لا كنت عايز ارجع لحضن بابا وماما اختي ونينا بديعه. كان كل امل يحس انه سامحني ووافق على جوازي من شريف. تبقى مش فاهم بابا، بتحلم بالمستحيل. خد الفلوس يا احمد وعديها. اه وماله يا خالي؟ وماله؟ خد الفلوس يا احمد من خالك واشكره، عديها زي ما بيقولك. قلت لا. خد الفلوس واسمع كلامها، ما تعتبرهمش مساعده، اعتبرهم سلفة الحينها ميسره. لا الحمد لله يا خالي، النهارده ربنا فرجها عن طريق عمو حسن صاحب بابا. عمو حسن في الاول كان واقف ضدي في صف بابا، النهارده بعت لي ورحت له وسلمني عنده التسويق في شركته بمرتب معقول وعموله محترمه.
صاحب بابا هو اللي وزن المسائل يا خاله. برضه حسن ابو سن عملها، وابنك الغبي ساعده على كده. مالكش حق ابدا تزعل منه يا رأفت، ده اللي عمله يا اخويا ما يعملوش اخ شقيق. انت تضرب وهو يلاقي. الا جرى لك ايه يا رأفت؟ انا ما كنتش عاوز احمد يحتاج لاي حاجه من اي حد، خصوصا من جوز الست بنت الراجل بتاع المافيا ده. بس سيبيلي العربية بالشوفير. اوكي. عن اذنكم. شو بقى يا سيدي؟ جبت لك بدل وقمصان وترينينج وجينزات. اتأكدتي بقى ان انا بحبك؟ أنا ترددت كتير، لكن فجأة أخدت القرار. خلاص بعد كده مش هشوكك وأنا ببوسك. كنت متصور إن عملت أحلى حاجة تعجبك. هقولي لك الحاجات اللي أنا اشتريتها لك. اللي جاب الملف ده هنا، ده الشنطة دي بالذات أنا قافلها بإيدي. عملت إيه مع والدك؟ من باب أولى بقى إن أنت تسألني على صحته الأول. سوريا طمنتني على صحته، لكن أنت عارفة أنا عاوز أطمن على إيه بالظبط. بعدين أنا تعبانة دلوقتي مش قادرة أتكلم، مرهقة من السفر. أنا هروح فيلا المنصورية، ولما أصحى يا ريت تكون هناك عشان محتاجة إني أتكلم معاك. أنتِ بس اللي تقدري تغيريه، ومن غير ما تقصدي أوريدي قدرتي تغيريه. معقول مش واخدة بالك؟ اتغير لأنه حبيني. حبيني بجد. أغلى حاجة عنده عملها عشاني، حلق شنبه علشاني. حسن ده شغيل، أفكاره مش من إبداعه. لو كان حسن ده مبدع كان مستحيل يتغير. الصخرة ما تقدرش تصمد قدام الموجة، مع تكرار الضرب فيها تنكسر، لكن الموجة مش ممكن تهدي قوتها علشان الصخرة ما تنكسرش. حسن مش كده، حسن ضعيف، والنوع ده أوافق تشغليه وبس كده تخدميه. فين يا ريس حسن؟ مرسي. الدكتور عزيز مش موجود في النمرة دي.
احاول اطلب رأفت. ايوه مين حضرتك؟ عاوز مين؟ المستشار رأفت الغندور؟ المستشار رأفت الغندور ما يعرفش حد اسمه حسن ابو سنة. أول مرة في حياتي أحس إني يتيم. إيه يا سونيا؟ سبتينا نايمة لغاية دلوقتي ليه؟ يظهر إن حضرتك فعلاً كنت محتاجة للنوم ده كله. الحاجات اللي هنا دي أنا جبتها لك كده يا خديها. ميرسي خالص يا هانم. ثانك يو فيري ماتش. على فكرة أنا عملت أوردر لأخوكي اللي في نهائي طب أسنان بكل الإكويبمنت اللي ممكن يحتاجها في العيادة بتاعته. معقولة؟ دي مفاجأة بجد. بس بشرط. حضرتك تؤمري. العياده تتفتح في شبرا في المكان الغلبان بتاعك ولا انا لغايه دلوقتي مش عارفه احفظ اسمه. شارع قطه يا هانم قطه. والحاجات دي بقى للحيوان اللي اسمه عاطف رياض. I hate him. Me too. والحاجات اللي هنا دي للميدز والبودي جاردز والسكيورتي اديها لهم من فضلك. اوكي ويت. حسن ما جاش؟ لا جه ولا اتصل. طبعا طبعا. ليه طبعا يعني؟ بيتهيألي ان حسن بيه غير التانيين، يعني بيفهم وحساس. في عالم الشغيله مفيش حد احسن من حد، وبعدين احسن انه ما جاش. انا محتاجه اني اخد منه اجازه مده، بس مده طويله شويه لحد ما اتاكد من مشاعره. Do you understand me? Yes, I understand you. ربنا يخليك لينا ونفهم منك كمان وكمان. منافقه. Thank you. مين اللي حط ملف القضية في شنطة من شنطتي؟ تحبي حضرتك اتصل بميسيو ميشيل ونسأله؟ لا انا مش عايزة اي حد يعرف ان انا ممكن اسيب حسن مؤقتا يعني. ازيك يا استاذ حسن؟ اهلا وسهلا. اتفضل يا حسن. اتفضل. يا احمد قول لي اخبار المبيعات ايه؟ ان شاء الله يا عمود المبيعات هتزيد من الشهر الجاي. أنا بقى نويت أستقيل من الوظيفة وأتفرغ للإشراف على المشروع. ممكن يا عمو أجيب شريفة تشتغل معانا؟ ممكن يا أحمد تجيبها تشتغل معانا، بس على شرط تشتغل بالإنتاج، مفيش مرتب. متشكر أوي يا عمو. مدام دينار مش هتتضايق لما تعرف إني باجي لك هنا؟ أنا ما يهمنيش دينار دلوقتي. من يوم ما شافتني وأنا حلق شنبي وأنا كاره نفسي. الله، وفيها إيه؟ أنا مش شايفة إن فيها أي حاجة. معظم الرجاله بيعملوا زيك كده لما بيطلع لهم شعر ابيض في شنبهم. المهم انا عاوز اعرف انت ليه اصريتي تشتغلي معايا بعد الظهر الفتره اللي فاتت ودلوقتي بتقولي هتستقيلي من شغلك وتتفرغي للمشروع؟ من الفراغ يا استاذ حسن. الفراغ عامل زي الغول اللي بياكل اي نبته حلوه جوه في قلب البني ادمين. على هم بعد كده مش هتحسي ابدا بالفراغ لانك هتشتغلي في المشروع ليل ونهار، لان انا لسه قدامي وقت طويل على بال ما انزل. اللي ما في حد طلع لي المطار ولا عبرني ولا حتى معالي الوزير قادر اخويا. تصور يا زيزو ما حدش طلع لي غير بابا الحاج نعيم. اه والله صحابك ده ولا حد فيهم ضرب تليفون يسال عليك. اقول لك ايه، يعرفوا ولا ما يعرفوش دي مش مشكلتي. زيزو عايزه اقول لك يا حبيبي انك تكبر دماغك كده وتفهم حاجه مهمه قوي. طول ما انت وشك في وشهم وعينيك في عينيهم اصحاب وحبايب وحاجه جميله جدا، ده قانون الحياه. ولا دل ولا يهمك، انا هتصرف. بكره الصبح ان شاء الله هنزل اروح مدرسه لبنى وهقدم لها ورقها واحط رجل على رجل، عشان بعد كده بقى عايزة اتفرغ للفيلا اللي هتبقى مقرنا الدائم والجديد يا حبيبي. اقولك ايه، تاخد بوسة بقى ولا تنام خفيف؟
يصبح على خير. لا يا مامي استني شوية أكلم بابي. زيزو لحظة، لبنى عايزة تكلمك. ألو لبنى حبيبتي، وعشان يا حبيبتي أوي أوي، طمنيني أخبارك إيه؟ بتشوفي صاحبتك؟ مبسوطة معه؟ طب هلا الحمد لله. يا حبيبتي أنا واجبي أنبهك لحاجة مهمة جدا، في ظل الظروف اللي عايشينها في الدنيا دلوقتي، خلي بالك من نفسك جدا. الناس للأسف معرفش، كل إنسان بقى لوحده، وتقوقع جوه ذاته كأن كل بني آدم بقى جزيرة منفصلة عن الآخرين. طبعا يا حبيبتي أنا عجبني تفسيرك مسألة الغربة، بس للأسف غربة الإنسان دلوقتي ما بقتش بعد في المسافات وبس، لا دي حتى بقت غربته عن أقرب أصدقائه والناس المحيطين بيه، والأداء منها غربة الإنسان داخل ذاته مع نفسه. يا حبيبتي ربنا يسعدك في حياتك. طب يا روحي يلا تصبح على خير. ماما الحقيني. الحقيقة في ايه؟ مالك؟ انا مش ناقصه خضايط. اصل يا ماما رحت كليه العلوم علشان اشوف المصاريف، ولو كده ادفعها يعني واشتري كتب. وبعدين وانا خارجه من باب الكليه لقيت هاني بره واقف بعربيته، فانا خفت وخدت تاكسي وجيت، وعبال ما وصلت لقيته هنا ورايا. هاني مين؟ هاني يا ماما ابن الوزير ادري الغازي. هو فين ابن الوزير ده؟ وريهوني. الله، حلوة قوي يا بابا الطواويز دي. سيبك من الطواويز دلوقتي وتعالى هنا قول لي ايه اللي جابك دلوقتي. خير؟ لا خير ان شاء الله، مش مشكلة. انا جاي بس وعاوزك تروح النهاردة تخطب لي منار بنت المستشار رأفت الغندور. افندم اخطبها لك؟ اخطبها لك ازاي يعني؟ اقول لباباها ايه؟ ابني اللي بياخد السنة في سنتين عاوز يخطب بنتك اللي في التعليم ماشية زي الصاروخ؟ خلاص إذا رفضت مفيش مشكلة عادي، بس أنا بقى هتجوزها عرفي وأمر لله. يا إيه حكاية الجواز العرفي مع شباب اللي من دول؟ هي بقت لبانة في بقك ولا إيه؟ أنا هعمل زي ما حضرتك عملت يا بابا. هو مش حضرتك برضو اتجوزت نورين بتاعت الإعلانات وعرفي برضو؟ مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ هو مش حضرتك بتعرف عني كل حاجة لأني ابنك؟ ما هو أنا برضو لازم أعرف كل حاجة عنك لأنك بابا. قولي يا حبيبي، ماما عرفت حاجة يا هاني؟ لحد دلوقتي لا، بس لو انا بقى خرجت من هنا كسور الجناح والخاطر بصراحه بقى ما اضمنش نفسي. انا هحل لك مشكلتك، بس على شرط الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك. ها ما حدش يعرف عنه حاجه خالص، ماشي يا هاني؟ اوكي يا بابا ماشي. بس قول لي بقى مين اللي قال لك الموضوع ده؟ هواد نورين. يا نورين. ايوه يا بيبي. فين اخوك؟ لسه نازل من شويه. ليه؟ في حاجه؟ احنا اول ما اتجوزنا اتفقنا على ان محدش هيعرف جوازنا العرفي، وده فعلا حصل لغايه ما المحروس اخوك اتعرف على ابني هاني. هاني ابني عرف. آه
طب ما انت كمان وعدتني يا معالي الوزير بعد ما ترتب امورك مع مراتك القديمه هتعلن جوازنا، وفادل كتير يا معالي الوزير وده ما حصلش، وانا هنا محبوسه بين اربع جدران، وبعد ما كان بيشوفني ملايين الناس في الاعلانات في التلفزيون ما بقاش يشوفني غير معاليك. لا وايه من غير تمن حقيقي. يبقى انت اللي سربتي الخبر. مش شرط، انت ناسي اول ما اتجوزنا يا معالي الوزير قلتلي ان في واحده من اخواتك البنات عرفت، ممكن تكون هي اللي سربت الخبر. انا نفذت وعودي يا معالي الوزير لحد دلوقتي وما قلتش ومعلنتش عن جوازنا، وانت ما نفذتش ولا وعد. ايه ده، تهديد ده بقى ولا ايه؟ اعتبره زي ما تعتبره، انا زهقت. اسمع يا معالي الوزير، يستحسن تحدد موقفك ودلوقتي. وش معنى يعني دلوقتي؟ اوعي تكوني صدقتي الاقاويل اللي بتتقال عن تعديل وزاري قريب. ايه ده؟ كلم مين؟ ايوه بقول لك ايه؟ في حد مهم اتصل بيا؟ طيب اسمع، حدد لي ميعاد مع المستشار رافت الغندور النهارده. لا لا ابدا، في اي مكان يحبه. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا معالي الوزير. اهلا سياده المستشار، اتفضل. خير؟ مباشره كده انا طالب القرب منك. في مين يا معالي الوزير؟ انا كل اخواتي البنات اتجوزوا. لا لا، في بنتك. بنتي؟ بنتي مين؟ هما في الحقيقة قالوا لي على اسمها بس نسيت للأسف. بنتك دي اللي خدت الثانوية العامة ودخلت كلية العلوم. منار؟ أيوه بالظبط، منار. منار منار بنتي تتجوز؟ صغيرة قوي على الكلام ده معالي الوزير. وبعدين مين اللي قال الكلام ده وإمتى ومين اللي بتقدم؟ هاني ابننا. هاني ابن سعادتك؟ بس انا اعرف من الدكتور عزيز ان حضرتك عندك ابن واحد واظن متعثر في التعليم. لا متعثر ولا حاجه، السنه اللي فاتت كانت صعبه والسنه دي عمل عمليه اثناء الامتحانات. اجيب الحاج نعيم ونيجي امتى عشان نعمل الخطوبه ولما يخلصوا يتجوزوا؟ يا سلام، كده على طول؟ امال على عرض يا رافت بيه، انا ما عنديش وقت، انا عاوز اخلص. انت مش شايف يا معالي الوزير ان الوضع ده بيلغي ارادتي كأب وبيفرض عليا اهانه ربما تكون غير مقصوده؟ لما ابني انا يتقدم لبنتك انت تبقى اهانه يا رفض؟ ربما تكون غير مقصوده. متاسف يا معالي الوزير، انا ما عنديش بنات للجواز. ادي يدي ادي يدك، ادي ودك، قلبي ودك، ادي يدي مدي يدك، ادي ودك، قلبي ودك، انت بعد الاهل اهلي وزيوم قلبك نتالي، هتلاقيني بقلبي عندك يا صديقي مدي يدك، يا صديقي مدي يدك، يا صديق عمري واحلامي وعذابي، في ليالي فرحتك عامل حسابي، يا صديق عمري واحلامي وعذابي، في ليالي فرحتك عامل حسابي، في ليالي وحدتي بتدق بابي، في ليالي وحدتي بتدق بابي، وعمري باب قلبي ما صدق، يا صديق مديك ادي يدي مدي يدك، ادي ودك، قلبي ودك، ادي يدي مدي يدك، ادي ودك، قلبي ودك، انت بعد الاهل اهلي وزيهم قلبك نادالي، هتلاقيني بقلبي عندك يا صديقي مدي يدك، يا صديقي مدي يدك. اصدقاء والود موصول فوق ظروفنا، مهما نبعد مهما طفنا مهما شفنا، أصدقاء والود موصول فوق ظروفنا،
مهما نبعد مهما طفنا مهما شفنا في ساعات شدتنا وقلقنا وخفنا في ساعات شدتنا وقلقنا وخفنا تستعدني واستردك يا صديقي مد يدك مد يدك مد يدك مد ودك قلبي ودك ادي يدي مد يدك قد ودك قلبي ودك ده انت بعد الاهل اهلي وزيوم قلبك نادر هتلاقيني بقلبي عندك يا صديقي مد يدك يا صديقي مد يدك.